أثابكم الله. يقول السائل: هل الصلاة في الطائرة جائزة؟ وما هو الأفضل، الجمع بين الصلاتين عند دخول الوقت، وقت الأولى قبل الركوب، أم الصلاة داخل الطائرة؟ الصلاة في الطائرة إنما تباح إذا دخل الوقت وأنت في الطائرة، ويخرج الوقت إذا كانت الرحلة طويلة. إذا كانت الرحلة طويلة تستغرق ساعات كثيرة بحيث يدخل الوقت ويخرج وينتهي، ما هبطت الطائرة. والصلاة لا تجمع مع الصلاة لا تجمع مع أخرى كالفجر مثلا، الفجر ما تجمع مع غيرها، إنك تصلي في الطائرة ولا تترك الصلاة يخرج وقتها. أما إذا كانت الرحلة قصيرة، طائرة تهبط في آخر الوقت، فإنك تؤخر الصلاة إلى أن تهبط الطائرة وتصلي في المطار، أو الطائرة تهبط في آخر وقت الصلاة الثانية كالعصر مثلا، تؤخر الظهر وتصليها مع العصر في آخر وقت العصر، وكذلك المغرب مع العشاء. وإن دخل وقت الصلاة الأولى كالظهر مثلا أو المغرب، دخل وقتها وأنت في المطار، فإنك تقدم، تجمع جمع تقديم قبل ركوب الطائرة. نعم.